أهلا وسهلا فيكم بقناة كيو فارما، معكم زميلتكم قمر السقة. أول إشي بحب أحكي لكم كل عام وإنتو بخير بمناسبة رمضان اللي هو بيكون بكرة. تاني إشي رح نبلش ناخد نكمل بالعيلة البيتا ون بلوكر، تمام؟ رح ناخد اليوم عن الميتوبرولول. ميتوبرولول الدواء التجاري له الموجود بالصيدليات هو البيتالوك زوك. إذا رح نحكي عن الميتوبرولول اللي هي المادة الفعالة، إيش الدواء تبعها اللي هو البيتالوكزوك، إيش العياراته 50 و100 ملغرام. نيجي نحكي عن الاستخدامات. أول إشي بيعالج ارتفاع ضغط الدم اللي هو الهاي بلد بريشر، الأنجينا بيكتوريس أو تشست بين، هم نفس بعض. الأنجينا بيكتوريس والتشست بين هم تقريبا نفس بعض، تمام، اللي هي الذبحة الصدرية. الريجولر هارت بيت برضو بيعالج عدم انتظام ضربات القلب، بيعالج برضو قصور القلب المزمن، كمان بريفنت another heart attack or migraine attacks، يعني بيمنع نوبات الصداع النصفي او نوبات او النوبة القلبية يعني. طب مين الناس اللي ما لازم تاخده؟ اول اشي الناس اللي عندها حساسية من الميتوبرولول او اي او او يعني اي ناس عندهم حساسية من اي بيتا بلوكرز، تمام، سواء كارفيدايلول، سواء بيسوبرولول، بروبانولول، كل إشي رح نحكي عنه بالبيتا بلوكر هدول أي حد عنده حساسية منهم ما بيصير ياخد البيتالوكزوك، تمام؟ طيب، وكمان الناس اللي عندها براديكارديا، الناس اللي عندها لو بلد بريشر. ليش؟ إذا بتتذكروا حكينا هلأ هو هذا الدواء أصلاً بيوطي يعني مش بيوطي، بيقلل ضغط الدم، صح؟ طب إذا شخص أصلاً ضغط دمه قليل وفوقها أخذ بيتالوكزوك، فهيك رح يقلل ضغط الدم كتير كتير، صح؟ فما بصير ياخده. عنا كمان كارديوجينيك شوك، كمان المرأة الحامل والمرأة المرضعة ما بصير ياخدوه. طب كيف لازم ناخده؟ تيكن وانس ديلي with or without food، يعني مرة باليوم مع أو بدون أكل، عادي ما بتفرق. السايد إفكتس، الأثار الجانبية، فتيج، ديزنس، هيدك، يعني صداع أو إرهاق، دوار، تمام؟ في ملاحظة اللي هي stopping it suddenly could cause problems such as palpitations, a recurrence of angina pain or a rise in blood pressure. يعني إذا واحد وقف إنه بطل ياخذ بيتالوكزوك فجأة، إيش بصير؟ أول إشي بصير في عنا زي مشاكل زي خفقان بالقلب أو عودة آلام للذبحة الصدرية أو ارتفاع بضغط الدم فجأة، تمام؟ فما بصير أي دواء بتاخدوه ما بصير توقفوه فجأة، ما بيصير، لازم ترجع للدكتور وتسألوه إذا لازم توقفوه، وحتى إذا طلب منكم توقفوه بتصير توقفوه على مراحل، تمام؟ على مراحل عشان يتعود الجسم وما يعمل مشاكل، مثلا زي خفقان القلب أو فجأة رح يرتفع ضغط الدم أو عودة آلام الذبحة الصدرية وهكذا. يعطيكم ألف عافية.